من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد حرصا على الدنيا لم يزدد منها إلا بعدا، وازداد هو من الله بغضا. والحريص الجاهد والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله، غير منقوص من رزقه شيئا، فعلام التهافت في النار، والخير كله في صبر ساعة واحدة تورث راحة طويلة وسعادة كثيرة.